هذه الحقيقة، الحقيقة هي في الميدان. الحقيقة هي أن المجموعة اللي كتلعب من بداية الموسم إلى شهر 12 كنشوفوا بأن هناك خلل، لا على المستوى التكتيكي، لا على المستوى الاختيارات، لا على المستوى المواقع. لأن لا يعقل باش أنا اليوم مقابلة حاسمة عاد نبدا نجيب لعاب كان الجمهور راه بغينا نلعب عاد نجي نحطو، ما كموجدتيش هنا السي المدرب في شهر 9 وشهر 10 ودخلتي المنظومه سيدي باغي نخرج زفت مغار. اليوم كنشوف بزاف الملاحظات اللي حتى الجمهور الودادي غاضب، وغاضب بقوه على الطريقه اللي كيجيري بها السي عادل رمزي وكي يتعامل بها مع الوداد، ما نقولش مع اللاعبين مع الوداد، لان الوداد بما الحضر، لان كل ما كان مدرب محنك ومدرب مجرب غادي يوجد لنا كل لاعب على حده، ما كاينش هذا كاين هذا، ما كاينش هذا كاين هذا، لان شتي دابا المجموعه وشتي الخيارات وشتي لا ليست ديال اللاعبين اللي كاينه عند الكاف اللي كتراسلها الكاف باش تلعب بها، راه عندك اكثر من 30 لاعب. انت السي المدرب باقي ما عطيتيناش 11 لاعب مزيانه لي شونجمون، علامه استفهام اللاعبين المردود، علامه استفهام الرؤيه ديال المدرب، علامه استفهام. جاء الوقت لان اليوم الجمهور راه غاضب، رغم انه ربحنا وخدينا ثلاث نقاط الجمهور غير راضي على الاداء، والكل غير راضي على الاداء. دويتي معاه وقال لي راه انا باقي غنقلب على شي شيما ونقلب على اللعب الشمولي واللعب، راه كيكذب على الوداد. اليوم الوداد حان الوقت باش يكونوا فيها تغييرات، وغنبداو من هذاك الربان، لان اليوم الربان ديال السفينه اللي عاطينه المفتاح والمقود ديالاش ديال التدبير ديال هاد المرحله اللي عطينا فيها وتقنا فيه من شهر 7 وانت الفرق الوحيد اللي بديتي، اكيد اليوم جاء الوقت على ان يكون تغيير ويكون ديكليك، لان اليوم راه عيب وعار باش نشوف الوداد كتربح بهالطريقه، عيب وعار باش نشوف الاداء بهالطريقه، عيب وعار باش نشوف جمهور غاضب وكاعي ومقلق بهالطريقه، عيب وعار باش نشوف انا انتدابات بهاد الاسماء اللي كل مره كنشوفو سميه سبع سميه وكنشوفو بهالطريقه. بزاف الامور بزاف علامات استفهام، يجب الان الرضوخ الى الواقع، الواقع اللي كيطلبو المرحله الان هي تغيير المدرب، الجمهور كله يطالب بتغيير المدرب.